الاخ محمد. مرحبا بك وسهلا الاخ ياسين. مرحبا اخ محمد، بخير مساء الخير. حالك بخير؟ ربي يحفظك خويا محمد. مطاري باس، لا طلعت باش نسلم عليك اولا، وفي نفس الوقت الله يطول عمرك ونشارك معك في هذا الموضوع، لانه سؤال في الحقيقه سؤال مهم، ولكن خاص اللي يستوعبه، خاص الشعب اللي يستوعبه. هذه الاشكاليه على انه الشعب ما هو في المستوى باش يستوعب هذا السؤال اللي تطرح. احنا لما نبغوا نشخصوا هذا الموضوع اللي هو قضيه الصحراء الغربيه، خاص اول شيء الانسان خاص يكون موضوعي، ما يكون ذات، يكون هوائي ويكون شخصي ويبعد عن الموضوعيه، لا خاص يكون موضوعي في هذا الطرح. هي الصحراء الغربيه هذه اللي للمغاربه يعني عندهم كيف اهم من الخبز، اهم من الخبز، يعني يفضل على انه يموت من الجوع على ان الصحراء الغربيه ترجع لاهلها. هذا ناتج عن ياسر من الاسباب ولا بد من توضيح. الشعب المغربي علاقته بهاي الارض هي علاقه لها الان تقريبا حوالي 49 سنه ولا 50 سنه، 75 المغاربه الى سولت الناس في 1974 والله سابق ذاك، تقول لهم منين كاين الشيء، قال لها الصحراء الغربيه ما هو لا يعرفها حد، ولا سولت شكون اللي كان محتلها ما هو لا يعرف، ولا قلت له كانك مشيت شورها ولا زرتها ولا سكنت فيها يقول لك ما نعرفها كاع اصلا هاي الارض. وحتى هذاك النظام اللي هو مضيعهم بالتضليل حتى هو بنفسه ما يعرف هيك الارض. اذا علاقه اي انسان مغربي بهاي الارض راهي تبدا في 75. هذه العلاقه شنو هي؟ واش هي علاقه وجدان؟ واش هي علاقه وجدانيه على ان هاي الارض ارضك وانت جزء منها وجزء من ثقافتها وتتكلم كلامها وتمارس نفس عاداتها، والله انت لا يعني انت ضيف فيها، انت فقط جايها وساكن فيها. هذو المغاربة اللي يطلعوا والمغاربة اللي ساكنين في الصحراء الغربية لا يعتبرون سوى مستوطنين. ومستوطنين بالمصطلح هو ليس مصطلحا قدحيا، هو مصطلح وصفي للحالة اللي هم موجودين فيها، لأن هاي الأرض هي ليست أرضهم. أول شيء الإنسان لما يجي من سوس، الإنسان السوسي هو ليس إنسان صحراوي، ما هو أصلا من هايك البيئة. وحتى لو مثلا أعطيناه مقومات العيش في هايك الأرض وبنينا له خيمة مثلا وعطيناه غنم باش يسرحها وقلنا له مثلا شي ابحث عن الماء كيف يعدلوا الصحراويين، والله ابحث عن الكلاء كيف يعدلوا الصحراويين، والله مشي في وديانها كيف يعدلوا الصحراويين، لا هي يعجز، لا هي يوقف، لا يقول لك لا انا نعرف الا البلاد اللي جيت منها اللي هي الجبل وارقان وكيف يعيش الماعز، حنا نعرفوا كيفاش مثلا منطقة سوس معروفة بهذا الشيء. إذا الإنسان المغربي ما علاقته بهذه الأرض؟ هذا سؤال مهم. ها أنت كإنسان مغربي ما عندك حتى علاقة بهذه الأرض، أنت جابوك الأنظمة اللي يستغلوا هيك الصحراء الغربية واللي شايفين فيها مصدر للرزق، مصدر للمال ومصدر للثروات، وانت يستغلوك انت كيف القنطرة، يحطوا قنطرة قدامهم ويطلعوا فوق ظهرك ويتموا هما مستغلين هايك الارض. جابوا الناس للبحر، الى لاحظت على انه سوس مثلا، الى شفت كم من البحارة جايين من سوس خدامين في الصحراء الغربية اللي تجبر الالاف، ولكن هذو البحارة اللي جايين من سوس خدامين في الصحراء الغربية واش ظاهر عليهم شي 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 غنى؟ واش ظاهر عليهم شي ثروه؟ واش ساكنين كيف الناس؟ واش معيشين اولادهم معيشه محترمه؟ واش لابسين شي لباس محترم؟ واش واكلين؟ حتى في كرشهم مو شبعان، يمشي في هذاك الفلوكه، هيك الفلوكه يدخل مولاها يدخل له مليون في النهار، وهو يدي منها 200 درهم ولا 300 درهم ما يخلصت له حتى الماحيه اللي يشرب وحتى الحشيش اللي يستهلك في الليل. إذا أنت خدام على واحد ثاني. أنتم كمغاربة جايين لهي الصحراء الغربية، أنتم جايين باش تقدموها هدية لسيادكم باش يستغلوها، هذا هو اللي حنا نفهموكم، وراه ما حدكم تدافعوا عنها، راكم تدافعوا على تسريد واحد الشعب معين. هذيك الصحراء الغربية جاتها ياسر من الظواهر، جبتوها معاكم، الدعارة ما كنا نعرفوها، الحشيش ما كنا نعرفوه، الشراب ما كنا نعرفوه، الفساد ما كنا نعرفوه، السرقة ما كنا نعرفوها، خيانة العهد ما كنا نعرفوه، كانوا ديارنا مفتوحات، كانوا خيامنا كبارات، كانت حياتنا جميلة قبل ما يجوا،
اش جبتوا معاكم؟ جبتوا معاكم ذاك الشيء اللي تعرفوا في مدنكم وفي دولتكم وفي مؤسساتكم وفي بلادكم. اذا يا المغربي رانا كنت ضحية، رانك ضحية في هذا الموضوع. راه لو كان النظام عنده 20,000 دليل باش يرد هاي الصحراء الغربية مغربية، رانا يستعملك انت، رانك يتعود انت فيها من النهار الاول، ولا يكون فيها اجدادك ساكنين فيها. وبالتالي لا نصحح هذا الموضوع الياسر من الناس، ونصحح لهم قضية الجزائر. اش دخل الجزائر؟ انت تتكلم عن الجزائر، انت تطلع هون كمغربي يطرح عليك الاخ ياسين هذا السؤال، يقول لك اعطيني اش استفدت انت كمغربي من هاي الارض، الطير له على الجزائر. اش دخل الجزائر؟ الجزائر راهم مدخلينها لك ذوك اللي مستغلين الصحراء، ذوك اللي طالعين انت فوق ظهرك ويستغلوا هاي الارض، راهم يلوحوا لك انت واحد الطعم وتو انت توكلو. هو الجزائر باش انت مشغول مع الجزائر، وانت تتوهم راسك على انك انت في حرب مع الجزائر. الجزائر يا خويا راهي ماهي في حرب معك، الجزائر هاوك الصحراويين بقوا فيها الخير. الجزائريين يا خويا ما دخلت علينا في الصحراء الغربيه، الجزائر يا خويا ماهي راس لنا اليوم الحوات ياكلوا حتنا في الصحراء الغربيه. الجزائر ماهي متعديه علينا، الجزائر ماهي شاريه الدرونات باش تقتلنا، الجزائر ما تشهر بينا. الجزائر لقينا فيها الخير في نسائها ورجالها، ولقيناه في جيشها، ولقيناه في حكومتها. الجزائر لو كانت كيف يقولوا هما، لو كانت تعطي السلاح، وهذا راهو مني كذلك واحد من المغالطات اللي يعطوها، اللي يعطيها المخزن للمغاربة، يقول لهم راه الجزائر تسلح البوليزاريو. لو كانت الجزائر تسلح البوليزاريو رانا لين حلوا الصحراء الغربية في نهاري. السلاح يا البهائم، السلاح في العالم عنده أرقام تسلسلية. هذيك الأرقام التسلسلية من تكون يكونوا طرفين في الحرب ويطيح نوع من السلاح عند الطرف الآخر، وهذاك الطرف الآخر مثلا عنده معادات مع دولة معينة، يقبض هاك السلاح ويجيبه وينشروا يديه المختبرات ويعدل ندوة صحافية ويقول راعي هذا السلاح جزائري جبرناه عند الجيش الشعبي الصحراوي. لو كان احنا تعطينا الجزائر السلاح، ماذا نرن حررنا الصحراء الغربية، وماذا نردينكم انتم الزريبة تعيشوا فيها. ولكن احنا الجزائر ما تقدر تعطينا السلاح. الجزائر فعلا عطتنا أرضها، الله يخلف عليها، الجزائر عطتنا إعلامها جزاها الله خيرا، الجزائر عطتنا شعب هذا هو معانا لأنه شايف الحق، الجزائر معانا قلبا وقالبا. شنو مشكلتكم انتم؟ احنا مشكلتنا ما هي معاكم، احنا مشكلتنا مع ذوك اللي مستعمرين فرنسا. النظام المخزني راهو مع فرنسا ومعاه امريكا ومعاه الصهاينه. ايوا كيفاش انتم الحق لكم على انكم انتم تستعملوا قوى خارجيه تدعمكم بالسلاح وتدعمكم بالمال وتوقف معاكم في مجلس الامن الدولي وتحاربنا احنا على مستوى المنظمات الدوليه وتحاربنا في اوروبا وتحاربنا في امريكا وتحاربنا في كل مكان، واحنا الى مشينا عند اخوتنا الجزائريين ووقفوا معانا وعاونونا تعطونا الملاحظات، تبقوا تستخسروا فينا المساندة. لا، من حقنا على ان حتى احنا نتحماوا باخوتنا، ومن حقنا كذلك نطلبوا منهم المساعدة، ومن حقهم يكونوا معانا. ولكن اللي ما هم من حقكم انتم هم تكونوا في هاك الارض، انتم تواجدكم في هاك الارض تواجد غير شرعي، غير شرعي. واللي يسمع بثوثكم واللي يسمع الأسلوب اللي تستعملوه في الدفاع عن أطروحتكم يعرف عنكم لستم أصحاب حق. نهار كامل ظلوا الشيشان يقولك المتردية والنطوح ومع في السابع، واحد محشش وواحد سكران وواحد دون مستوى وواحد ما نعرف فين عايش، ويظلوا نهار كامل يتكلموا عن الشعب الصحراوي وظلوا يبخسوا في الأمور، وانتهت القضية وحلينا المشكل وخلاص والسلام عليكم، وحنا رنا في الأرض وحنا كنا الطاجين وحنا كنا الحوت، وانا راني في الداخله وانا راني في العيون وراني راكب في الهوندا وانا واش بالله عليكم. هذه اطروحات تديها الان المتحده تقول لكم هاي الصحراء الارض ارضكم، يعني حد يسمعكم انتم يا الجهله. وهذا ليس مشكلتكم، ليس ذنبكم، انتم عارفين عنكم جاهلوكم الغالب الله كيف يقولوا. ولكن حاول طور راسك، عندك اليوم تليفون بين يديك، عندك ناس حرار تسمع عنهم، استافد ما نقاد تعود مع الحق، ما نقاد تناضل، ما نقاد دافع على حقوقك، تكمش ديها في سوق راسك، امشي دافع على بطاطا ولا بطيشه باش يرخصوها لك، وجيبها شي والله تجيب النعناع لدارك في الليل
وجو خلي عنك صحراويين، صحراويين راهم ما يمكن ابدا تفهمهم الا ما عشت معاهم، وما يمكن ابدا انسان حر يعاشر الصحراويين ما تعلم منهم الشجاعه وتعلم منهم الاقدام وتعلم منهم على انهم ما يستسلموا وتعلم عنهم ما يتعداو. احنا ما نتعداو، ولكن مولي ما نسمحوا لحد يتعدى علينا، وما نجبناء وما نغدارين، ولا بغينا نقول لك شي نقول لك في وجهك، ولا بغينا ننتزع حقوقنا ننتزعهم بجداره واستحقاق. احنا ما لنا كيفكم تتخشوا هون، ما كان شي واحد سيء الاخلاق، والله واحده سيئه الاخلاق ما تجي تدافع على نظام المخزن. نتمنى انا نلقى حره تطلع في اللايف يكون قاع عندها وجهه نظر مختلفه عنا، ودافع مثلا عن مغربية الصحراء، ولكن دافع عنها باحترام باحترام. شوف انت الاخ ياسين، بالله عليك انت كنت دخلت عند شي حد تهدو في الخاص؟ ولو جامي، لانه ما ماشي من الاخلاق ديالنا اننا نهدو الاشخاص في سميتو ديالهم، وحتى ما وصلناش لذاك المستوى ديال التهديد. علاش غادي نهد واحد الانسان مادام انه كيختلف معايا؟ اختلاف هو رحمه، مادام انني كنختلف معاك فقدر انني نطلع نناقش معاك. انت كتقول انت عندك واحد الطرح ديال ان الصحراء مغربيه، وانا عندي واحد الطرح ديال ان الصحراء غربيه، علاش انا غادي نجي نسبك او لا غادي نهددك في الخاص؟ خاصني نناقش معاك ونعطيك دلائل بلي راك الصحراء مغربيه ولا الصحراء غربيه، ولا نعطيك دليل باش نقنعك نوصلك نوصلوا انا وياك واحد النتيجه. اما التهديد والسب والشتم داكشي راه ما غنوصلوا به حتى شي حاجه، ما غنستافد لا انا لا انت ولا حتى داك الناس، لا في الخاص ولا في على المباشر. ما حتى واحد فينا ما غيستافد شي حاجه، لا المشاهدين اللي كيشوفوا في اللايف ولا حتى احنا ما غنستافدوا والو. بمعنى ما كاينلاش الانسان يسب او لا يهدد في الخاص. ياك ياك يا سي ياك النهار كامل تتوصل برسائل التهديد. وي وانا البارح تفضل البارح والبارح ملي طلعت معاك في اللايف تهديد النهار كامل. غنزيد من عندك لقيت ميصالات الداخلين كلشي كيهد فيا، راه غنديروا ليك غادي نجيبوك غادي عندنا كيقول الانتربول غتجيبك الانتربول غادي نجلسوك على القرعه وشو مصطلحات ما كيتقالوا كاع. مشيتي مع الخائد ديال محمد راي ديال الليلي علاش تهضر على الصحراء؟ اش بغيتي محمد راي ديال الليلي؟ كل واحد شنو كيقول كيعبر بالمستوى اللي عنده، وما كاينش شي واحد اللي ما خسرش فيهم الهضره، ما كاينش شي واحد اخر يناقش يقول لك علاش ولا فسر ليا كيفاش او لا وضح ليا علاش انت اتجهتي لهذ الطريقه هذه، علاش انت قلتي الصحراء الغربيه ونوضح لك انا ووضح لي في لقيتي الدليل هذا بلي راه الصحراء ماشي مغربيه وبلي راه غربيه. ما كاينش شي واحد يدخل يناقش معاك بهذه الصيغه هذه. كاين غير التهديد، صيغه التهديد والسب والشتم على المستوى ديالو. من الاسف النظام المغربي خدام على هذا الشيء منذ الاستقلال الشكل حد الساعه، ونجح ونجح في انه يتجن هذا الشعب ويكلخ هذا الشعب بواسطه الاعلام الرسمي ديالو وبالمواقع ديال كشوف تي في قرعه تي في. لا ماشي قرعه تي في، ولكن شوف تي في وما شابه هذه، يعني قرعه تي في فهي كانت ضد ديك العصابه. مجموعه ديال المواقع اللي جيش النظام باش انه يكلخوا هذا الشعب، والمخدرات زيد المخدرات. براد مبنج ما فاهم والو، باغي شي قرا ما كاين والو، براد ما فاهم والو اخويا. اول هو حنا لو كنا اصحاب باطل لا ينتموا حتى حنا اللي شفناه طلع عند واحد من هذو اللي يقولوا مغربيه الصحراء، لا ينجو حتى حنا نتمو نهدوه في الخاص ونقول له نجيبوك ولا نجلسوك على القرعه، والله يا باباك الله يا كذا، وحتى ونبينوا على انه فعلا ما عندنا قضيه، ولكن احنا متاكدين من قضيتنا. احنا هذاك الوقت اللي نضيعوه في نهدوا الناس نضيعوه في توعي، نضيعوه نخسروه على توعيه الناس. انا منين يسبني واحد في الخاص ولا يهددني في الخاص ما نرد عليه كاع، ولا بغيت نرد عليه لا نعدل لو كابتر دي كرون ننشر له ذاك التهديد، وعاد ذاك يجي يدخل عندي يقول لي انت كاع المخزن كاع ما هو فايق لك، انت المخزن كاع ما هم حاشيها لك، وغير ما حاشيها لي انا المخزن، ياك بعد مشكلتي انا مع المخزن، اش دخلك انت؟ انت ما حشرك في الموضوع، ما دخلك، ما اش دخل طنطونتك انت في الموضوع اللي انا بيني مع المخزن؟ ياك انا مع المخزن خليني مع المخزن، ولكن انت بنفسك انت تتناقض مع نفسك، لان عندك نفس الاشكاليه اللي عند المخزن. الانسان واحد عنده حقه، والمخزن عارف عن الشعب الصحراوي عنده حقه، وما هو باغي يستسلم قدام الشعب الصحراوي، ومخدم ومحدين مساكن جهلاء يقودوا كيف البهايم بكلمه ولا بكلمتين ويضحك عليهم، ومنين تتواجههم؟ ما تواجه انت المخزن، تواجه لهذو اللي دون المخزن اللي هما مأطرهم المخزن بطريقه اللي هي كيف قلت عن طريق وسائل الاعلام. اذا باش ما نطول عليك الاخ ياسين، لا نقولوا للمغاربه الله يطول عمرك يا المغاربه، الله يطول يا المغاربه يا المغاربه، بارك عليكم.
بارك عليكم من الكذب. راه هذا الشيء اللي واحدين فيه، راه ما ولا يعطيكم الصحراء الغربية، ما ولا يعطي الصحراء الغربية لسيادكم، باسكو نتوما ما عندكم شي كاع ولا يعطاكم شي، حتى ولو دخلوا حتى ولو يقبض الاحتلال المغربي الصحراء الغربية، نتوما ما كنتم تقبضوا منها تراب شبر واحد ولا متر واحد ولا اللي يعطيها لكم ولا قد تعطاها لكم، وانتم أرضكم أصلا منزوعة. لذلك شوفوا يا الناس، هذه الأرض راه عندها أهلها وراهم يدافعوا عنها، وانتم إلا ما قدرتوا تحقوا بهم تعودوا شجعان حتى انتم تدافعوا على أرضكم، ما تجوا قدامهم راهم ما هم حاسين بكم قاع ولا هم عالمين بكم، لأنهم راهم يتصارعوا مع سيادكم، وسيادكم راهم جابوا الدرون ولا نفعت، وجابوا الرادارات ولا نفعت، وجابوا 200,000 جندي ولا نفع، وجابوا فرنسا تحارب معاهم ولا نفعت، وجابوا أمريكا وجابوا التراب وجابوا وبناوا الحيوط وجابوا الألغام، جابوا 10 ملايين لغم وزرعوها في الصحراء الغربية ولا نفعت، وما خارج شي ما باليزة من المال ما أعطاوها ولا نفعت، ومشاو للأمم المتحدة ولا نفعت، ومشاو للبرلمان الأوروبي ولا نفعت، ومشاو للاتحاد الإفريقي ولا نفعت، ومشاو للدول الخليجية وجابوا المال ولا نفعت. وبالتالي رانكم لا يتموا تدوروا في هذه الحلقة المفرغة إلى النهار التالي، وتعرفوا عنكم سبقتوا العيب وعدلتوا العيب في الشعب الصحراوي، ولكن الشعب الصحراوي ما عدل فيكم العيب، ولكن يتذكروا في يوم من الأيام على أنه أساءتكم والله تعدى عليكم والله سرق لكم شيء ما هو من حقه. وجزاك الله الأخ ياسين والتوفيق إن شاء الله. حياتك خويا محمد. العفو الله. شكرا لك محمد على الكلمة. العفو الله، الله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك أخي. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا.